شاء الله كلنا أصبحنا خبراء في الإنترنت وأغلبنا عارفين كل تفاصيل السوشيال ميديا لأننا يعني دي أكتر حاجة بنقضي وقت عليها طول النهار. النهاردة هنحاول نعرف إزاي نقدر نكسب من السوشيال ميديا ويبقى الإنترنت مصدر دخل لينا ونحقق منه أرباح قانونية زي ما بنقول بدل ما نفضل نضيع وقتنا في وقت طويل جدا جدا وممكن يكون الوقت ده على الفاضي. إزاي نعمل كده وإحنا قاعدين في البيت وإيه متطلبات الموضوع اللي إحنا محتاجينها علشان نقوم فعلا بأننا نتكسب من السوشيال ميديا؟ ده اللي هنعرفه النهاردة من ضيفنا اللي دايما بينورنا أستاذ أحمد طارق خبير تكنولوجيا المعلومات. ازيك يا أحمد؟ الحمد لله تمام. كل سنة وأنت طيب. وحضرتك طيبة ودايما بحب أطلع مع حضرتك. ربنا والله يخليك. وربنا يعلم. النهاردة أنت جاي لنا بكل المعلومات اللي هتؤهلنا إن إحنا يبقى لنا دخل من السوشيال ميديا. صحيح. إن شاء الله. صحيح. عايز تبدأ منين؟ أنا عايز أبدأ كده قبل ما نبدأ بإزاي الميديا تدخل لك فلوس لازم تشتغل على نفسك في كام حاجة. أولا كل واحد فينا عنده موهبة ده طبيعي أو عنده شغل معين، طب عايزين نأسسهم دلوقتي نأسس السادة المشاهدين إنه إزاي يكون عندهم متابعين على الميديا ومن المتابعين دول يقدروا بطريقة رسمية وقانونية يدخلوا مبالغ مالية تفوق عن المبالغ المالية اللي بينزلوا وبيصحوا من النوم ويشتغلوا ويجيبوها. أوكي. طيب هي اوريدي احنا في 2022 دلوقتي داخلين ودخلنا اوريدي على مستقبل رقمي فظيع جدا. طيب عشان نبدأ في اول قسم، قسم صناعة المحتوى. ده اسهل قسم هنقدر نتكلم فيه واي حد في البيت دلوقتي يقدر يستغل موهبته او شغله ويعمله كصناعة محتوى. طيب احنا في الاساس هنتكلم عن حتة صناعة المحتوى من حيث ازاي نبقى عندنا متابعين. اول حاجة هنعملها ان احنا هنعمل فيديو بيدور حول قصة معينة، يعني حاجة او موضوع معين تخلي المتابع يتابعك ويشد الكلام ويستفاد منك من ناحية الفيديو وكده. طيب تاني حاجة برضو هنستخدمها عنوان الفيديو، لازم نركز دايما على عنوان الفيديو اللي هو كيفية عمل افضل خمسة، افضل خمس طرق لصناعه مثلا المحتوى. طيب المشاهد لما يجي يشوف العنوان ده لازم كده كده اجباري هو عايز يشوف ايه فكره افضل خمس حاجات. طب يكمل الخمسه كلهم والرابعه تشد مفاجاه من العيار الثقيل. أيوة بالظبط كده. على فكره انا ضد الحاجات دي بس هستنى يعني على احمد مش هقول له لا. اوكي اتفضل. لان بنفتح في الاخر ما بنلاقيش لا عيار ثقيل ولا عيار خفيف. دي بقى من الشرط حضرتك. صحيح جدا. الشرط من الشروط برضو اللي هتكلم فيها دلوقتي. خلاص اي دونت تراست يو يعني بالزبط. اللي هيكتب كده فمش هتخله تاني. صحيح. طيب احنا دلوقتي قلنا عنوان الفيديو حاجة مهمة جدا. صح. الهاو تو او كيفية فعل. صح. فاحنا خلاص خلصنا عنوان الفيديو. طيب في نقطة كبيرة جدا اللي هي رقم 3 وكلنا مش عارفين اصلا اهميتها ايه. احنا بنصور فيديو في 3-4 ساعات ومنتجه برضو في 3-4 ساعات على حسب ايه نوع الفيديو. طب في حاجة مهمة اسمها الثامب نيل اللي هي الصورة اللي بتبقى خارجية عن الفيديو. الصورة دي كل ما انت تشتغل فيها وتديها حقها بزيادة كل ما عبور الفيديو نفسه يمشي وينتج لك متابعين. طيب شفتي دلوقتي اول ما تفتحي اليوتيوب تلاقي مثلا او الفيسبوك تلاقي صورة كده على الفيديو مثلا كفر. واحد عامل افضل خمس حاجات مثلا كفر كده للفيديو اسمها ثامب نيل. افضل ثامب خمس حاجات مثلا تتابعها عشان خاطر تخلي طفلك يبقى كويس على الميديا. فالصورة دي شدتك بعنوان صغير. الثامب نيل دي بقى هي اللي هتشتغلي عليها بجودة كبيرة جدا وبأدوات كويسة جدا بحيث ان هي كل ما تكون واضحة جدا كل ما عبور الفيديو يمشي اورجانيك على المنصة اللي انت بتستخدمي فيها الفيديو. بجد ليها علاقة؟ طبعا دي هي رقم واحد اصلا. لا ليها في علاقة في لفت النظر طبعاً. ولا علشان التقنية نفسها؟ لو حضرتك لقيتي صورة الفيديو مبكسلة وجزء من الفيديو ومفيش اي حاجة هتتجاهلي الموضوع بالزبط. ونفس المنصة مش هتاخد الفيديو. طيب لو حضرتك برضو لقيت الصورة مظبوطة وفيها عنوان كده يشد غير العنوان المكتوب أكيد هتدوسي على الفيديو ده. فبالتالي هو اوريدي هيشوف الفيديو هتتحسب لك مشاهدة وفي نفس الوقت هتتحسب لك متابعة ليكي. أوكي. طيب ثامب نيل زي ما قلت لكم حاجة مهمة جدا. رابع حاجة واللي حضرتك قلت بيها اللي هي المصداقية. لو مفيش مصداقية في الموضوع أولا المنصة مش هتعترف بيك وممكن تحذف الفيديو بتاعك ومش هيجيب لك متابعين كأساس. وتاني حاجة المتابع نفسه مش هيتابعك لأن أنت أوريدي كتبت عنوان كويس وعملت كل حاجة لكن اللي جوه الفيديو مش موجود. صح. مش صح. فهي لو مفيش الحاجات دي كلها مش هتقدر تأسس نفسك كويس على الانترنت. اخر حاجة واللي الناس مستهوينة بيها جدا انت هتبدأ من الزيرو. الناس بقى بتفتكر ان الموضوع صعب. هو هياخد منك وقت
بس الاستمراريه بحد ذاتها حاجه مهمه جدا. انت هتدخل اهلك وناسك. انا اول ما بدات على الانترنت الناس واهلي بالذات كانوا بينزعجوا جدا من كتر الشيرات اللي انا بعملها وبشير كتير وكده، بس هم بينهم وبين نفسهم اي مشكله بيقعوا فيها في مجالك هيفتكروك انت رقم واحد. صح. احمد طارق بتاع تفضل التكنولوجيا. بتفكر الناس على طول بالظبط بيك. بالظبط كده. فدي اهم حاجات اساسيه من باب صناعه الالحاح. نقول على نمره خمسة ايه؟ الاستمراريه. اوكي، دي اهم الحاجات. تاكدوا لو انتوا عملتوا الحاجات دي هيبقى ليكوا قاعده بيانات كويسه جدا لصناعه المحتوى. وهيبقى ليكوا متابعين كويسين جدا. وحتى لو انت اوريدي عندك خمسه سته متابعين، الخمسه سته دول ممكن يبقوا بعد كده اكتر من كده بكتير. اوكي، دي من باب صناعه المحتوى اللي هو اسهل باب. طيب احنا لو بنتكلم، تعالى نمسك السوشيال ميديا كده نفنطها كده شويه. تمام. هو ايه افضل بلاتفورم للمكسب؟ فيسبوك ولا انستغرام ولا تيك توك ولا ايه؟ هو في الحقيقه كل حاجه ليها تخصص. انا نسيت اهم واحد. طبعًا. يوتيوب. هو في الحقيقه كل حاجه ليها تخصصها. بس ماليا وعلميا ناس كتير ما تعرفش الكلام ده، ان الفيسبوك بيدي فلوس اكتر من اليوتيوب. أوكي. كمنصه فيديوهات، لانه الاثنين بيتحدوا بعض. وحقيقي الفيسبوك هو اكتر مكان تقدر تبني نفسك عليه. انا مش عشان انا بدات على الفيسبوك، انا حقيقي ميزت نفسي بيني وبين غيري. تقدروا تاخدوا الميزه دي مني. انا مثلا وقت ما بدات المحتوى على الفيسبوك لقيت انه زي كتير قوي على اليوتيوب، بس انا طريقتي مميزاني عن غيري. فبالتالي الفيسبوك كان قليل شويه اللي بينتج محتوى عليه. فالحمد لله الواحد بيتشاف بسرعه جدا على الفيسبوك. فبالتالي خطفت الموضوع ده، فبالتالي دخل الفيسبوك اعلى من دخل اليوتيوب علميا، وحتى هم كاتبين كده بنفس الكلام. بس اليوتيوب دخله اسرع من الفيسبوك، من ناحيه ان انت كل ما استمريتي في الفيديوهات، كل ما نزلتي في الاسبوع 3 4 فيديوهات، تقدري تدخلي من ناحيه صناعه المحتوى على الانترنت. طيب دلوقتي بقى يعني عايزين نعرف التفاصيل، نعرف ازاي الانسان يقدر يبقى له دخل من المنصات دي. حلو جدا السؤال ده. طيب في ناس كتير فاكره ان الانترنت كيبورد وشاشه وتدوس كده يطلع لك فلوس. وده اكبر غلط موجود. طبعا لا، واصلا اوريدي انت ممكن تدفع فلوس ويتنصب عليك بسبب ان انت فاكر ان انت دخل الربح من الانترنت. اغلب الناس بعد الحلقه دي هيدخلوا على اليوتيوب كيفيه الربح من الانترنت مثلا. طب وده غلط. ما هو انت كده كده في ناس كتير ممكن تستغلك في عمل حاجات معينه انت ممكن تعملها. طيب احنا قلنا ان الناس ما تشوفش ان الانترنت عباره عن كيبورد ودخل فلوس. لازم تتعلم حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دي، هي اللي هتفيدكوا جدا من ناحيه انك تدخل فلوس. احنا خدنا اول باب في صناعه المحتوى. أوكي. تاني حاجه المونتاج. مونتاج الفيديوهات طريقه كويسه جدا انك تتعلمها وانت في مكانك. عشان خاطر تدخل بيها فيديوهات. صناعه اللوجوهات الجرافيك. مثلا تقدر وانت قاعد في بيتك تتعلم جرافيك عن طريق اليوتيوب. يا جماعه على سيره اليوتيوب، اليوتيوب مليان فيديوهات كبيره تعليميه جدا. طبعا وببلاش. وببلاش. فانت اوريدي لو شفت لك حاجه من الحاجات اللي هنقولها دلوقتي زي المونتاج، صناعه اللوجوهات او الجرافيك، عندك كمان انشاء الكورسات. لو انت شغلك مثلا او خبرتك او هوايتك في حاجه معينه، تقدري تعملي من خبرتك وشغلك كورس معين مدفوع للناس يستفادوا منه ويكون فيه مصداقيه. دي لوحدها دخل اضافي تاني. في حاجه برضو مهمه هنتكلم فيها، اخليها اخر حاجه عشان الموضوع هيطول فيها شويه. اداره السوشيال ميديا برضو مهم جدا. انك تدير صفحات وترد على الناس مثلا، دي لوحدها في حد ذاتها شغل. صح. وبمرتب. صح. معين. صح. وممكن الحاجات اللي انا قلتها دي حرفيا تقعدك في بيتك. احنا بعد كده قدام كل الناس هتشتغل من بيوتها. شفتي زي شفنا في كورونا. شفتي في الوباء. نفس الوقت طبعا في الوباء بالظبط كلنا بنشتغل working from home. يعني الحاجات دي كلها بقت تحصل علينا وفجاه تحطنا فيها. طب احنا ليه ما ناسسش نفسنا؟ طب زي ما قلت لحضراتكم، انت لازم تستغلوا ميزه معينه من ناحيه انشاء المحتوى، من ناحيه المونتاج، من ناحيه الجرافيك، من ناحيه هوايه تعملها محتوى. انت كست بيت قاعده في البيت ممكن تعملي بايدك كده فيديوهات طبخ معينه تجيب لك مشاهدات. مليانه على ومليانة. وكلهم بيكسبوا على فكره. بالظبط. كلهم بيكسبوا وكلهم بيدخلوا فلوس من الموضوع ده. ما تستهونوش بالحاجه دي. ده احيانا بياخدوا مبالغ كبيره جدا
قعدهم في البيت من شغلهم الرئيسي، لان هو ده المستقبل. صح. وهو ده اللي بيحصل من الشركات. هتحافظ على نفسك، تحافظ على سلامتك، تحافظ على وقتك، تحافظ على حاجات كتير جدا. والانتاجيه كانت اكتر في ايام الوباء، انتاجيه الشغل كانت اكتر لما الواحد يشتغل من بيته. احصائيه اصل وفروا ساعه مواصلات رايح وساعه طبعاً. راجع، وقد ايه ممكن الانسان يتعطل في الطريق وحاجات كتير يعني. صحيح. والتكلفه كمان. صحيح. طب دلوقتي بقى انت قلت لي حاجات كتير، هل في يعني اعمل اديتنج؟ مش كل الناس بتعرف تعمل مونتاج او تعرف تعمل اديتنج، لازم يكونوا خبراء ولا يتصرفوا ازاي؟ احنا نمسك ايتم ايتم كده نقول للناس ممكن يعملوا ازاي. حلو جدا. من ناحيه المونتاج كده كده اصلا مش شرط تكون خبير، اهم حاجه اتقانك في العمل ده. المونتاج يعني انا بمنتج لنفسي. طيب انا احيانا من ضغوطات الوقت عندي بحتاج حد يمنتج لي. فبالتالي الساعه بفلوس لي. بالظبط. بنشوف حاجات اونلاين الساعه بفلوس. طيب فبالتالي انت ممكن توظف حد من اسرتك ان هو يعمل الموضوع ده، وهو يكسب منك ويكسب من غيرك في الكلام ده. فمن ناحيه المونتاج مش لازم تكون خبير، اهم حاجه اتقانك في العمل وتوصل انك ازاي تعمل الفيديو بتاعك. دي اول قسم. تاني قسم احنا اتكلمنا فيه اللي هو انشاء الكورسات. تشوف انت مثلا شاطر في ايه او شغلك عباره عن ايه. انا كخبير تكنولوجي مثلا ممكن اعمل كورس ازاي تامن نفسك او تامن معلوماتك بطرق خطوات عمليه وبمبلغ رمزي، يعني مثلا 50 جنيه في الكورس. طيب 50 و50 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 عملت بيزنس. عملت بيزنس خاص من ناحيه حاجه. صح. ثابته عندك بي دي اس، وبتديله الخدمه دي بملاليم يعني تعتبر بالمقارنه بالكورسات اللي الناس بتروح تاخدها. صحيح. باقل بكتير. صحيح. طيب ده من ناحية إنشاء الكورسات. إدارة الصفحات بتاعت السوشيال ميديا، ناس كتير أو تجار كتير قوي موجودين على أرض الواقع، لو خدت لفة عليهم كده قلت له أنا يعني ميديا أجنسي مثلا، أو أنا شغال بدير الميديا والمحتوى ده وعندي شغل سابق ليا أو ما عنديش شغل سابق ليا بس أنا أقدر أعمل ده، تبدأ واحدة واحدة بنفسك تجرب. ده لوحده مش محتاج خبرة، محتاج ممارسة. فبالتالي ليه برضه فلوس. في ناس بتحتاج ناس ترد على الكومنتات فقط، غير البوتات والحاجات اللي هي غير رسميه دي. في ناس بتحتاج ناس ترد بس على الكومنتات وتتابع الناس، وانا شخصيا بحتاج ناس زي دي. صح. ترد على الناس اللي عندي وهكذا. بس الحلول بتبقى في ايدي عشان خاطر ضمان الجوده. فهي الفكره كلها انك حاجات من دي تتعلمها هتفيدك جدا. طب على اخر حاجه قلناها اللي هي من ضمن الحاجات دي حاجه اسمها التجاره الالكترونيه، معروفه طبعا. طب هيجي حد يقول لي من ناحيه التجاره الالكترونيه انا ما معيش 20,000 جنيه او 30,000 جنيه اجيب بيهم بضاعه واعملها، مع ان لو المبلغ ده متوفر معاك او اقل ممكن تجيب من البضاعه دي من سوق الجمله بتاعها وتعيد بيعها تاني على الانترنت، وكتير هيساعدك من شركات الشحن وليهم مصداقيه وكويسه. صحيح. وموجودين اوريدي. صحيح. ده لو من ناحيه معاك مبالغ ماديه. طب في حاجه بقى مهمه وحلوه قوي. إيه بقى؟ اسمها الدروب شيبنج. الدروب شيبنج، الدروب شيبنج ده انت مش محتاج مخزن، مش محتاج فلوس، مش محتاج بضاعه، مش محتاج انك يكون شيبنج. دروب شيبنج مش محتاج يكون عندك متجر الكتروني. طب امال محتاج ايه يا باشمهندس؟ ايه ايه. بالظبط. انت الاربع حاجات دول مش محتاجها. طيب انت المخزن والبضاعه والشحن كلها عن طريق مواقع تانية، انت بتسوق لغيرك. طب المتجر اللي هتسوق فيه انت الكوبري اللي هيوصل. بالزبط. للبايع وللكورير بالظبط وهكذا. انا هشرحها لحضرتك دلوقتي بطريقه مبسطه وعمليه. أيوة. وان شاء الله الناس تستفاد منها. طيب الدروب شيبنج ده هو عباره عن انك انت تنشئ متجر الكتروني جاهز. الله، طب انا مش بفهم في البرمجه، انشئ ازاي يا باشمهندس؟ هي سهله جدا. هي الفكره كلها في موقع عالمي اسمه شوبيفاي. شوبيفاي معروف جدا، يديك متجر جاهز. قالب جاهز وكل حاجه، تحط اسمك فيه وبتاع كل حاجه تبقى تمام. انت كده نشات متجر في الموضوع ده. طيب خلاص احنا خدنا المتجر وخدنا الاسم، والاسم يا جماعه برضو ليه دور كبير جدا حتى في صناعه المحتوى. لازم يكون اسم مختصر. صح. يعني ايه اسامي عالميه؟ انا مش عايزه اقولها عشان ما نعلمش أيوة بيها. أيوة. اسامي عالميه ملهاش معنى. انا عندي تيك دولف ملهاش معنى. يعني حاجه عاديه جدا ملهاش معنى خالص. شوف لك اسم صغير كده ملهاش اي علاقه باي حاجه وحطه عشان خاطر يكون سهل التداول وسهل الكتابه وسهل كله. بالظبط كده. الاسم ليه دور كبير جدا في 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 عبور كل حاجه. فالاسم لما تختاره يكون عندك المتجر جاهز وتمام. طيب انت دلوقتي ناقصك البضاعه وناقصك الفلوس. طيب هي كده كده البضاعه احنا في مواقع عالميه في الصين
موجوده وعارفينها، اللي هي زي علي اكسبريس وعلي بابا والحاجات دي كلها. انت ممكن تدخل من ناحيتها وعندهم خاصيه الدروب شيبنج، تشوف منتج الشحن فيه سهل لمصر. اول واحد تشوف منتج زي مثلا ستاند موبايل، او زي مثلا سماعه سلك، خلاص احنا اخترنا السماعه دي والشحن متوفر لمصر، نقدر نعمل كونتاكت بكل سهوله، تقول له انا هشتغل في الدروب شيبنج معاك، هيوافق لك وتاخد صور الايتمز بتاعته وتعرضها في المتجر بتاعك، او حتى حاجه مصري. يعني افرض مصنع كبير في مصر هنا بيبيع طبعاً. حاجه صح. واحنا عايزين نعمل دروب شيبنج، ده اسهل حاجه بالظبط. هو كده كده في ناس بتعمل حاجات كتير هاند ميد مصريه، ده في حاجات مصري دلوقتي تحفه بجد. احنا عايزين حلقه عن المواضيع دي بصراحه، ندعمهم شويه. صحيح، ده حقيقي. دروب شيبنج ينفع من المنتجات المصري والمحلات اللي في مصر. طب خلينا نعملها على المنتجات المصري، على سيره المنتجات المصري. حضرتك مثلا قاعده في البيت عامله حاجات كتير هاند ميد، تيجي تروح لها انا عندي مصور هيجي يصور الحاجه بتاعتك، او صور نظيفه تكون كويسه، عشان كل ما جوده الصوره توضح كل ما يكون الاقبال على ان حد يتفرج عليها. دي برضو سر من الاسرار، ويمكن ناس كتير عارفه الكلام ده. طيب احنا خدنا المنتج المصري اللي احنا بنتكلم عليه ده وحطيناه في المتجر بتاعنا، فبالتالي انا اوريدي هبعت شركه الشحن لما حد يطلب السعر ده، سعرها مثلا 10 جنيه، خلاص انا هي سعرها عليا انا ب 10 جنيه، حطيتها في المتجر بتاعي ب 15 والشحن 2 جنيه يعني ب 17، اوريدي كده كده انا اعمل عمليه الشراء دي من الست اللي بتبيع الحاجات المصريه دي. فبالتالي شركه الشحن تاخدها وتوصلها، وانا استفدت في الموضوع ده 5 جنيه. قيسي على ده حاجات كتير جدا. دي اكتر طريقه ناجحه. لو بعت ب 5 جنيه مكسبك في 5 جنيه صح. انك وصلت منتج، بنتكلم عن المنتجات المصريه، منتج لحد تاني عن طريق شيبنج من شركه من الشركات، 5 جنيه في 10 مثلا 50 ممكن في ساعة، في ساعة ممكن، ممكن في دقيقة، وممكن في دقيقة. طيب في حاجة برضو لسه ما كملناهاش. طب انت مين هيبص على متجرك ده؟ ازاي الناس هتعرف ان انت عندك متجر هنا مثلا؟ طيب احنا هناخد لينك الحاجة اللي احنا حطيناها اوريدي على المتجر، وهنعمل لها دعاية واعلان بسيطة جدا على الفيسبوك. في ناس هيقولي طب احنا مش عارفين نعمل ده، سهله جدا، تعمل لك صفحه باسم المتجر، وده الطبيعي ان يكون عندك صفحه باسم المتجر، وتاخد اللينك بتاعت الايتم اللي انت او السماعه اللي احنا حطيناها اوريدي، هنحطها اوريدي في الفيسبوك، ونعمل لها دعايه مثلا 200 جنيه 300 جنيه. هتصرف على شغلك، شغلك هيصرف عليك، ما فيش حاجه بتيجي بالسهل. وبعد كده هيجي اقبال عليها، الناس هيعرفوا الموقع، هتختار برضو فكره الاختيار مهمة جدا للايتمز. لازم تختار حاجة سلسة في الأول، حاجة تعرف إن هي هتشد، حتى مش لازم تكسب كتير. في ناس يقول لك أنا هحط 300%، وده أكبر غلط. دي أصلا طريقة غير شرعية. أيوه بالظبط، يعني دي طريقة غير شرعية، إحنا نكسب قليل عشان نبيع كتير وفي الآخر نجمع المواضيع دي كلها. بالظبط. فحتة الدروب شيبنج حتة مهمة جدا، وممكن تفيد ناس كتير في حاجات كتير جدا يعني. طيب نرجع تاني للمحتوى وكيفية المكسب من المحتوى. حلو السؤال ده برضه. طيب صناعة المحتوى زي ما قلت لحضرتك، كل واحد فينا عنده موهبة. احنا خلاص عملنا الفيديو. سوري على قطع كلامك. في طفل صغير بيصور الجيمز وهو بيلعبها، دي ابسط حاجة، وبيحطها على التيك توك، وبقى عنده فولورز كتير قوي. الطفل ده يكسب ولا لا؟ طبعا. اقول لحضرتك على حاجه، يكسب ازاي بقى، يعمل ايه؟ هي فكره التيك توك اللي هي، او فكره الفيديو الشورتس، فيديو الفيديوهات اللي هي 30 ثانيه او 50 ثانيه اللي بقت تحصل دي. الفيديوهات دي دلوقتي الناس كتير فاكراها ان هي عباره عن اغاني ورقص والكلام ده، هي مش كلها كده. هي الاغاني والرقص دي برضه بتدخل فلوس. ايوه طبعا. بس في جيمز بتدخل فلوس. في جيمز بتدخل فلوس، اللي هو الستريمينج والحاجات دي كلها. طيب الفيديو كل ما يكون هو اصلا، كل منصه ليها شروط بتحققها الاول عشان الربح يبدا يشتغل عندك. الشروط دي بتختلف من منصه لمنصه. لو اليوتيوب هنقول لازم تحقق 1000 سبسكرايبرز و10000 ساعه، 4000 ساعه عفوا. الفيسبوك لازم تحقق 10000 متابع على البيج بتاعتك،
و30,000 مشاهدة على فيديو من الفيديوهات وهكذا. التيك توك برضو ليه شروط معينة، اللي هي من ضمنها انك يكون عندك متابعين وعبور كتير في الفيديو ومشاهدات اكتر. فكل ما ده زاد كل ما ينتج لك فلوس. أوكي. فدي حاجة بتفيدك، اطفالك ممكن يستفادوا من الميديا. ما تخليش في مقولة انا دايما بحبها حتى موجودة في كتابي، ما تخليش الميديا هي اللي تسيطر عليك، سيطر انت عليها. اصل مش هتستخدمها بالظبط، هي مش هتستخدمك، انت اللي تستخدمها بالظبط. احنا مش هنيجي مثلا حد بيستخدم الميديا بطرق غير شرعيه، مش هنيجي هنسيء للميديا بسبب الناس دي. ما كل حاجه فيها سلبيات وايجابيات. صح. انت لو خدت ايجابيات كل حاجه هتقدر تدخل منها وتعمل منها حاجات كتير جدا، وخصوصا ان احنا في 2022 يا جماعه، احنا في عالم رقمي، في تقدم رهيب. كبير. وفي مصر ما شاء الله التطور الرقمي اللي حاصل في مصر. صح. هيبان اكتر قدام برضو من ناحيه الحاجات الجديده اللي بتحصل. طيب ايه تاني لسه عايزين نتكلم عنه؟ ازاي نربح من الانترنت؟ زي ما قلت لحضرتك، هي اكتر حاجه ممكن نتكلم عنها اللي هي التجاره الالكترونيه. برضو مهمه. في ناس مثلا بيبيعوا اكلات عن طريق الانترنت وبيكسبوا من حاجتين. اول حاجه ان هم بيبيعوا اكلهم، وتاني حاجه بيكسبوا مشاهدات عن طريق المنصات اللي بتحصل. فدي اتنين في واحد يعني. ايوه، الفيلوجز اللي بتحصل دلوقتي. الناس ماشيه فاتحه الكاميرات 24 ساعه. طب وانت ايش عرفك؟ في يعني بغض النظر عن اللي انا هقوله، اعلامي من الاعلاميين طالع يعني يقول يعني ايه صناعه محتوى؟ يعني ايه بلوجر؟ يعني ايه؟ دي مش شغلانه. بالعكس، دي شغلانه. دي شغلانه ممكن تخلي الواحد اوريدي، في ناس قاعده في بيوتها بتصرف على ناس تانيه كتير جدا بسبب صناعه المحتوى ده. بسبب ان انت مثلا تقدر تعمل حاجه بنفسك، تفتح الكاميرا 24 ساعه على اي حاجه. يا جماعه ده هنا وانا رحت هنا ورحت هنا. الفيديوهات دي ما تستقلوش بيها، الفيديوهات دي مشاهدتك ليهم بتفيدهم فلوس. يعني نتمنى ان احنا زي ما احمد قال، ان احنا عايزين احنا اللي نستخدم السوشيال ميديا مش هي اللي تستخدمنا. وارجو ان كل واحد بيحاول يستخدم السوشيال ميديا، يعني اولا يبقى رقيب على نفسه. صحيح. ضميره يبقى حاضر. مصداقية. مش معنى ان انا فاتحه الكاميرا ان انا من حقي اصور اي حد. صح. ولا نروح للابتزاز الالكتروني. كل حاجه ليها الحلو بتاعها والوحش بتاعها. لو وحش هتبقى جريمة، وحضرتك أو حضرتك هتبقوا تحت طائل القانون. صحيح. وتحت طائل عقوبات كتير جدا ممكن تحصل بعد ألف شهر. أحمد بشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا النهاردة، واستمتعنا جدا جدا باللقاء ده. ويمكن احنا كنا منوهين بقالنا فترة على ان احنا ازاي ممكن يعني نستعمل السوشيال ميديا في ان احنا يبقى لنا دخل واحنا قاعدين في البيت. بشكر مع حضراتكم أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات. شكرا جزيلا على وجودك. ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه يا رب على كل خير. باي.